عزيزي المشاهد، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا فحصين الكتب، برنامج دراسة الكتاب المقدس. احنا حاليا بندرس في إنجيل مرقس، لكن قبل ما نبتدي دراستنا النهاردة اسمح لي أرحب بضيوفنا في الاستوديو. أخي يوسف رياض أهلا بك. أهلا وسهلا. أخي أسامة عاطف أهلا بك. أخي مدحت حلمي أهلا بك. وجاءوا إلى أورشليم، ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، ولم يدع أحدا يجتاز الهيكل بمتاع. وكان يعلم قائلا لهم: أليس مكتوبا بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم؟ وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وسمع الكتبة ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه، لأنهم خافوه إذ بهت الجمع كله من تعليمه. ولما صار المساء خرج إلى خارج المدينة. أخي مدحت، احنا وصلنا لأصحاح 11، والنهاردة المرة اللي فاتت ختمنا بمعجزة حسينا الأول وهلا أنها غريبة لو مش فاهمها. الجزء بتاع النهاردة اللي هنتكلم فيه اللي هو الأعداد من 15-19، برضو موقف ربما يكون صادم لو ما فيناش خلفيته هو حصل ليه. الرب بيعمل تصرف مش متعودين عليه. الحقيقة أنه احنا زي ما سبقت دراستنا في الحلقة اللي فاتت في عدد 11 يقول لنا الكتاب: فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى خرج إلى بيت عنيا مع الاثنى عشر. دخل إلى أورشليم والهيكل وابتدى يبص حواليه، ونظرة كانت كلها حزن وألم. نظرة كان شاف الحال اللي وصلت لي المدينة، مدينة الملك العظيم، وشاف الهيكل اللي هو مكان العبادة اللي الرب قال إنه هيحل اسمه فيه. شاف الحالة المزرية اللي وصلت ليها، وقدام الحالة المزرية دي ما كانش ممكن يسكت. مكتوب عنه: غيرة بيتك أكلتني. وده اللي تذكره التلاميذ بعد كده، بعد ما صعدوا عرفوا انه كان بيتصرف بناء على الكلام اللي مكتوب عنه في النبوات. فيقول الكتاب: وجاءوا الى اورشليم لما دخل يسوع الهيكل ابتدى يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل. ابتدى مكان العباده ابتدى يتحول الى مكان بيع وشراء، لكن مش بس بيع وشراء. مش كانت اول مره دي يطهر الرب يسوع فيها الهيكل، لكن دي كانت تاني مره بحسب يوحنا 2. في يوحنا 2 دخل وابتدى برضو يطهر الهيكل، صنع صوتا من حبال وابتدى يطهر الهيكل، لكن قال كلام أقل حدة من ده. قال لهم: جعلتم بيت أبي بيت تجارة. المفروض أنه كانت الناس المسؤولين والكتبة والفريسيين كانوا يفوقوا لنفسهم، كانوا المفروض يعرفوا أنه ده إنذار من الرب، لكن للأسف القلب اللي كان معمي بالبر الذاتي، معمي بالرياء زي ما كنا بنقول في حلقة سابقة، ازداد سوءا، والحالة ازدادت سوءا. عشان كده كان رب بيبص بحزن وبألم، وقال كلام أصعب من ده. قال: أليس مكتوبا بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم؟ وأنتم جعلتموهش بيت تجارة لكن مغارة لصوص. السرقة يا خصام شيء بشع وجريمة بشعة، وإني أسلب حد حقه دي حاجة يعني مش كويسة أبدا، لكن المصيبة الكبيرة إنها كمان لما تكون سرقة باسم الرب. الناس دول كانوا بيسرقوا الناس، كانوا الناس اللي جاية تعبد الرب، الناس اللي جاية تقدم عطايا للرب، كانوا بيستغلوهم وبيعتبروهم مصدر للحصول على المال. شيء بشع جدا، واستخدام أمور الله لتحقيق ربح مادي قبيح بطريقة يعني فيها سرقة واغتصاب حق الناس، شيء بشع بيكرهه الرب جدا. والرب عشان كده بص عليهم وقال لهم: أنتم جعلتموه مغارة لصوص. وكان زي ما حضرتك قلت في الأول، كان تصرف غريب على طبيعة الرب اللي كليه النعمة، لكن الحقيقة أنه بيكره جدا استخدام أمور الله علشان سلب الناس. لكن سمع الكتبة ورؤساء الكهنة، كان رد فعلهم إيه؟ بالرغم من أنهم ما قدروش يقولوا له ولا كلمة، ما قدروش يعرضوه، وده على ما أعتقد لسببين: لسبب قداسته المطلقة، شخص قدوس له هبته
ولو مكانته اللي كانوا ما بيقدروش قدامها يفتحوا بقهم، كان بيعرضهم في أمور كتيرة جدا، وكان بوضوح بيقاومهم قدام الناس، لكن ولا مرة قدروا يعرضوه علنا. قداسته المطلقة، لكن كمان هم في دواخلهم كانوا عارفين حقيقة نفسهم، كانوا عارفين انهم سارقين وانهم بيسرقوا الجمهور. وبدل ما ييجوا بتوبة حقيقية، بدل ما يعرفوا حقيقة خطاياهم وييجوا عند رجليه ويسجدوا ويطلبوا انه يغير طبيعتهم الفاسدة، لكن طلبوا كيف يهلكونه. يا للأسف ضاعت عليهم الفرصة، والفرصة والتلو الفرصة كان بتجيلهم، لكن رفضهم وشرهم كان بيعمي عينيهم وبيعمي قلبهم. يعني الحقيقة مجد الرب الأدبي ما ظهرش في حنوه فقط، وإن كان أدبيات غير عادية في تعامله مع الأرامل، في تعامله مع الأطفال، في تعامله مع الأبرص، مع الخطاة، مع الظناء. مجد أدبي في حنوه يفوق العقل، لكن وفي الغضب أيضا أجد مجد أدبي. والغضب في حد ذاته مش خطية، لكن بوابة كبيرة جدا للخطية. عشان كده يقول الكتاب اغضبوا ولا تخطئوا. وأحسن واحد يعني أشوف أنه فعلا غضب. وأوقات كثير يبقى عدم الغضب خطية، يعني الغضب بوابة للخطية، لكن أحيان كثير عدم الغضب خطية. ويمدح الغضب. لما أتى واحد ببنات مؤاب في المحلة في الإسرائيلية علشان يعمل الشر في عينين الرب، كان الأمر يستوجب الغضب، والغضب هنا بيكون في محله. والرب غضب ومعه كل الحق أنه يغضب. لكن أشوف في الأدبيات، هو دخل في المساء غالبا بعت الحمام مشيوا، بس سايبين الحمام بتاعهم. الصيارفة لموا الفلوس لكن سايبين الموائد بتاعتهم. وكان ممكن يقلب كل ده هم مش موجودين، لكنه خرج وجه وهم موجودين. علشان كده نتعلم انه لما اكون غضبان من حد مش هعمل حاجة من وراه، ومش هقول حاجة من وراه، ومش هعدل الغلط بصح من وراه، لكن قدامه علشان يوبخ. يعني اللي عاوز اقوله انه هنا مش بس امتلك، وهو ليه كل الحق في انه يكون ادبيا كامل وصفاته كاملة، كان عنده الشجاعة الأدبية، فما عملش ده في السر، لكن عمل ده في العلن. وأشوف كمان أنه موايد الثيارفة قلبها. طب ما في فلوس ينفع يلموها، لكن الحمام ما قلبوش، والحمامية اللي تموت تموت واللي تطير تطير. لكن هنا بنشوف وكراثي باعت الحمام. وفي يوحنا نشوف أن هم قال باعت الحمام ارفعوا هذه من ها هنا. ففي مش بس شجاعة أدبية، لكن في ضبط للنفس، عارف بيعمل إيه وما بيعملش إيه، إيه اللي يتقلب وإيه اللي ما يتقلبش، وإيه اللي يتشال وإيه اللي يتعمل. لأنه عمات كثير الإنسان يبرر غضب ويقولك معلش لأنا وقتها كنت غضبان. يعني إيه وقتها كنت غضبان؟ ساعة غضب. يعني إيه ساعة غضب؟ لا، اغضبوا ولا تخطئوا. فبشوف مجد الرب الأدبي. الحادثة ديت ما ننساش إنها في أسبوع الآلام يوم الاثنين، والرؤساء الكهنة الأردياء الأشرار استغلوا نص جاء في الناموس في سفر التثنية أصحاح 14. النص ده بيقول في عدد 24: إذا طال عليك الطريق حتى لا تقدر أن تحمله، لأنه بيقول له تاخد العشور بتاعتك وتروح بيها إلى المكان اللي اختاره الرب إليك ليحل اسمه فيه. طب إذا كان الطريق بعيد فبحه بفضة وسر الفضة في يدك، واذهب إلى المكان الذي يختار الرب إلهك، وأنفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك في البقر والغنم والخمر والمسكر. استغلوا الفرصة ديت أنهم عملوا بازار، ويقال أن اسم هذا البازار في ذلك الوقت بازار حنان. عمل حنان رئيس الكهنة السابق عمل بازار واستنفع منه. ويقال أنه في هذا البازار كان يباع الحمام بخمسين ضعف اللي بيتباع فيه برا، والغنم والبقر بعشرة أضعاف. طبعا إزاي هتبيع أنت بعشرة أضعاف؟ لو تجيب خروف من برا هيطلع لك فيه القطط الفطسة، وهو كان ممنوع أن يتقدم ذبيحة فيها، هيطلع لك عيب. العيب مش في الخروف، العيب في قلبه. لكن هو
يعني المظهر الخارجي انه الراجل بيحافظ على الشريعة، يقول لك لا دي لازم يكون عليها ختم الهيكل انها بدون خالية من العيوب، والختم ده بيبقى مبالغ فيه بطريقة لدرجة ان المسيح قال لهم انتم جعلتوا البيت ده مش بيت تجارة زي ما كان الاول، جعلتوه مغارة، انتوا حرامية، انتوا لما تبيعوا الخروف بعشرة اضعاف ولما تبيعوا الحمام بخمسين ده ايه ده اللي انت بتعملوه، ده مغارة لصوص. وفي الحقيقة من ناحية الرب كان بيغير على مجد بيت أبيه وعلى مجد أبيه، وهم كانوا بيغيروا برضه، عندهم غيرة، كانوا بيغيروا على إلا اوعى تقرب من من جيبي، اوعى تقرب من جيبي، يعني اعمل أي حاجة، قول أي تعليم، لكن هتوصل في أسبوع عيد الفصح اللي الناس جاية من كل الدنيا من كل صقع ورابع وعايزين يقدموا، واحنا احنا كده بنعيش عليها دي طول السنة، المكسب اللي بنكسبه فيه دي جاي انت تعمل كده، فطلبوا كيف يهلكونه، لازم حنهلكه، يعني لازم حنهلكه لأنه لمس جيوبهم. واحنا فاكرين ديمتريوس عمل ايه في أعمال 19 لما لقى ان المبيعات قلت وكانوا بيكسبوا منها مكسب كبير ونحن في سعة من هذه التجارة، لا إلا كده، آخ من محبة المال وهي أصل لكل الشرور. يعني والحقيقة لو هم بيغلوا في الخرفان والطقن والمواعظ هنقول هو يعني حرامية بيستغلوا أغنياء، لكن هو مين اللي هيشتري حمام؟ الفقير والغلبان واللي محلتوش أنه لا يقدم طور ولا يقدم خروف، هيقدم حمام. طب يعني لا رحمين دول ولا رحمين دول يا عم، دول كانوا بيأكلوا بيوت الأرامل، أرمال بدل ما تطلع من جيبك وتديها بيأكلوا بيوتها. عندي تعليق كمان على موضوع الغضب اللي حضرتك قلته أخ سامة، يعني احنا شفنا الرب يسوع في أكتر من موقف غضبة ويتقال عنه بالحرف غضب، لكن ولا مرة ولا مرة بالرغم ما تعرض له من ظلم ومن شر ومن مقاومة لنفسه من الخطاة، وزي ما هنشوف المشاهد اللي بعد كده الألام الجسدية والاحتقار والازدراء، ولا مرة غضب الرب يسوع لأجل نفسه، لكن كان بيغضب الغضب المقدس، الغضب اللي فعلا الله يشوفه يا ما أروع هذا الشخص، ما هو ذا هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسه. الرب يعلمنا ان احنا نتشبه بهذا السيد العظيم الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضه، إذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعد، لكن لما كان أمور الله وقدسته بتمس كنا بنشوفه بيغضب غضب مقدس. عاوز أقارن بين عدد 18 هنا قدامنا وبين عدد 12 في أصحاح 12. فعدد 18 يقول وسمع الكتبة ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه لأنهم خافوه، لكن في عدد 12 من أصحاح 12 يقول فطلبوا أن يمسكوه ولكنهم خافوا من الجمع. يعني في أصحاح 12 هم عاوزين يمسكوه، طب ما تمسكوه، خايفين من الشعب وده اللي خلاهم ما يمسكوهوش، لكن هنا مش بيقدم لي السبب اللي ما خلهمش يمسكوه، لكن ده بيقول لي ان هو كيف طلبوا كيف يهلكونه، ايه السبب بقى، مش ايه اللي منعهم من ان هم يمسكوه، لكن ايه اللي خلاهم عاوزين يهلكوه، مش خافوا من الجمع، لانهم خافوه. يا ترى خافوه اتقوه؟ يا ترى خافوه احترموه؟ لا مش كده، لكن خافوه، خافوا على مراكزهم ومناصبهم وسلطتهم، هيجي واحد ياخد الاضواء منهم، ده اللي خافوا عليه، خافوا من تعليمه اللي يوصل للشعب انه اللي بيعملوه ده غلط، الكهنة ده غلط، ما تعملش تاني. صحيح. بيتي بيت الصلاة. في صباه كان المسيح في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم، وكم كان سروره وقتها بكلمة الله في بيت الله. وفي بداية خدمة الرب يسوع على الأرض دخل الرب إلى الهيكل وطرد الذين كانوا يبيعون وقال لهم لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة، فلا يليق أبداً ببيت الله أن يكون بيتاً للتجارة. لقد أبغض الرب استغلال أموره في تحقيق ربح مادياً كان أو أدبياً. وفي آخر خدمته ويا لسرعة التدهور التي ينحدر إليها الإنسان، إذ نقرأ عن دخوله أيضاً إلى الهيكل
عندما أخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وهذا اقتباس من سفر إشعياء الإصحاح 56:7. فالذي يليق ببيت الله هو أن يكون بيتاً للصلاة والعبادة، وكان هذا هو غرض الرب قديماً من بناء خيمة الاجتماع، أن يكون مكان اللقاء والقرب منه. ولا يمكن أن نعرف الرب معرفة حقيقية إن لم نعرف الطريق إلى المخدع، حيث الصلاة والعلاقة السرية المباركة. كما أن بيت الله أيضاً يجب أن يتميز بالقداسة. ببيتك تليق القداسة يا رب. أما بالنسبة لبيت الرب في العهد الجديد فهو المؤمنون بشخصه. فما هو تقرير الرب عن هذا البيت اليوم؟ وفي الصباح إذ كانوا مكتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول، فتذكر بطرس وقال له: يا سيدي انظر، التينة التي لعنتها قد يبست. فأجاب يسوع وقال لهم: ليكن لكم إيمان بالله، لأن الحق أقول لكم، إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم. وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. أخي يوسف، الأعداد من 20-26 بنشوف مرة تانية التينة بس وتحقق فيها الكلام بتاع الرب، ودرس في منتهى الأهمية بيعلمه التلاميذ. ودينا فكرة عن الجزء ده. يعني أنا أحب أربطها بالآية السابقة: لما صار المساء خرج إلى خارج المدينة. مدينة محبوبة لقلبه جدا لدرجة أنه بكى عليه. أنت ما بتبكيش على حاجة ما لهاش قيمة عندك، لكن بتبكي على حاجة غالية عليك. بكى المسيح على أورشليم يوم الحد. النهاردة في يوم الاثنين ما قدرش يبيت فيها، لكن لما صار المساء خرج إلى خارج المدينة حزين. ليه؟ ناويين يقتلوه. أحد الأسباب، لكن مش خايف عليها، لكن ما فيش شركة معاه. في آية جت في إشعياء أصح 1: كيف صارت القرية الأمينة زانية، ملآن حقا كان العدل يبيت فيها، أما الآن فالقاتلون. أدي القاتلون موجودين. المسيح إزاي يبيت في مدينة زي كده؟ فأخذ بعضه وراح إلى بيت عنيا. تاني يوم الصبح إذ كانوا مكتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول، فتذكر بطرس وقال له: يا سيدي انظر، التينة التي لعنتها بارح النهاردة يبست من الأصول. يعني بقيت، هو قال كلمة: لا يأكل منك أحد ثمر إلى الأبد. تاني يوم لقاها بطرس كأنها بقالها سنين في هذا الوضع. فأجاب يسوع وقال لهم: ليكن لكم إيمان بالله، لأن الحق أقول لكم، إن كل من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. يمكن واحد يسأل: إيه العلاقة بين تينة يبست وجبل يطرح في البحر؟ التينة امتيازات الأمة القومية، هتضيع عليكم والهيكل هيتهد وهتتشتتوا في كل الدنيا. الجبل مملكة، وهذه المملكة يغزوها تيتوس وحتشتتوا لمدة 2000 سنة في هذا العالم. لذلك أقول لكم: إن كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. الشرط هو الإيمان، لكن ليطلب بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب لن ينال شيئا من عند الرب. في شرط تاني،
وفي شرط تاني انك تغفره. طب اذا ما غفرتش يبقى اذا في شرطين لاستجابة الصلاة، ان يكون هناك ايمان وان يكون هناك غفران. لا ما عنديش ايمان وما عنديش غفران لاخويا، ما تتوقعش استجابة صلاتك. يعني افهم من كده اخ يوسف ان الرب دخل اورشليم يوم الحد وطهر الهيكل يوم الاثنين، وفي الصباح اللي هو يوم الثلاث شافوا شجرة التينة اللي تم لعنها يوم الاثنين بقت يوم الثلاث يابثة، والتلاميذ في دهشتهم وبيقولوا ان الشجرة قد يبثت. الرب ادانا تعليم في غاية الأهمية عن الإيمان، وقال لنا ان كل اللي بنطلبه نكون مؤمنين ان احنا نناله في عدد 24. لذلك اقول لكم كل ما تطلبونه حينما توصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. نعم. وهنا بلقى هجرة عثرة بالنسبة لكثير من المؤمنين الأثقياء المخلصين، يصلوا ربما لأجل حد مهم جدا بالنسبة لهم مريض، ثم نفاجأ بأنه هذا المريض الرب دمه من وجه الشر ورق. ويقولوا احنا كنا بنطلب بإيمان، وربما يكون في عدم غفران، بس ربما يقول لك لا ده صدقني انا عندي الايمان انه كان يخف، وعندي كمان غفران لكل من اخطا الي. فليه طلبنا ده؟ ما هو لازم برضو انه يكون الطلب اللي احنا بنطلبه حسب مشيئه الله. وافرض كانت مشيئه الله لهذا الاخ اللي احنا بنطلب لاجله انتهت رسالته ومع المسيح أفضل جدا. وبالتالي هنا الكلام عن الإيمان في عدد 22، أجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم إيمان بالله. فالإيمان وموضوع الإيمان الله. في ناس تحول عندهم الإيمان إلى إيمان بالإيمان. يعني إيه إيمان بالإيمان؟ يعني لو أنا أمنت حنال اللي أنا عايزه ده مش إيمان بالله. الإيمان بالله يعني واثق في صلاحه، وواثق في محبته، وواثق في حكمته يعمل أو ما يعملش. لكن إن أنا بطلب وعندي إيمان فلازم أخد اللي أنا بطلبه لأنه عندي إيمان، أنا ما ظنيش إن ده إيمان بالله، لكن أقدر أقول عليه إيمان بالإيمان. أعتقد كمان إنه يعني مهم جدا إن إحنا في موضوع الصلاة بالإيمان ناخد كل كتاب مع بعضه. يعني صرخة الإصلاح كانت الكتاب المقدس وحده، بس كانت بقيتها الكتاب المقدس كله. ورب يسوع له كل المجد لما رد على إبليس في التجربة على الجبل، كان بيقول له مكتوب، كان بيرد عليه يقول له مكتوب أيضا. طبعا أكيد أنه الإيمان شرط مهم جدا وأساسي، وبدونه لا تستجاب أي صلاة. لكن زي ما حضرتك قلت، في ناس بتقول أنه أنا لما أطلب بإيمان الله ملزم أنه ينفذ كلامي، لكن الكتاب بيقول عكس كده تماما. الصلاة المستجابة لها شروط كتيرة جدا. يقول الرسول يوحنا هذه الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيء بحسب مشيئته يسمع لنا. يقول الرسول يعقوب تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في شهواتكم. يعني أنا مش هقعد وأطلب من الرب أنه يحقق لي أمالي، والرب بدام طلبت بإيمان وأنا مش حاطط في قلبي، يعني مش شايل في قلبي تجاه حد وغافر للناس كلها، يبقى لازم الرب يحقق لي أمالي. لا، الرب له مشيئة، والرب بيديني مش لكي أنفق في شهواتي. كمان في المزمور يقول إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. فمهم جدا جدا إن احنا ناخد الكتاب المقدس كله، ونعرف إزاي الواحد يقترب للرب بإيمان بحسب مشيئته بحسب كلمته، وكلمته ثبت فينا زي ما الرب يسوع يقول في إنجيل يوحنا إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. فهمنا أنه في ارتباط بين التينة والجبل، وأنا حابب أعمل ارتباط كمان بين الجبل والغفران. ما أعتقدش أنه في داعي أن واحد فينا يقف قدام الجبل علشان يرميه في البحر. وربما واحد يقول اهو طيب يقول لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر. طب وقف قدام الجبل وقول انا عندي ايمان ويلا يا جبل انطرح في البحر. الايمان مش حاجه
بنعمل بيها اللي على هوانا واللي على مذاجنا واللي مبهر واللي بننال بيه اللي ننفق فيه في متعتنا. لا مش كده. لكن جميل ان هو بعد ما كلمهم عن الإيمان يقول لهم ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات ذلاتكم. ليه أنا عاوز أربط الغفران بنقل الجبل وطرحه في البحر؟ لأنه في لقى 17 وهو برضو بيكلمهم عن ارتباط الإيمان والغفران مع بعض، قال لهم لو كان عندكم إيمان تقولون لهذه الجميذة انقلعي وانغرثي في البحر فتطيعكم. وأنا أقدر أشوف أنه عدم الغفران جوه قلوبنا زي الجبل وزي الجميذة اللي متشعبة الجذور، لكن لو في إيمان حقيقي هقول لهذا الجبل أو لهذه الجميذة انقلعي وانغرثي في البحر، وأنا مش الرب خطاياي رماها البحر، المفروض عليا كمان أن أنا أرمي خطايا الآخرين البحر. وهنا هيكون مفيد جدا الإيمان بأني برمي عدم الغفران وقساوة القلب اللي داخل قلبي إلى البحر، بحر النسيان، مش أني أقف قدام جبل حرفي وارميه جوه البحر وإيه اللي هنستفيده من كده. في عدد 25 متى وقفتم تصلون، وضع المؤمن وهو بيصلي، هنا المسيح بيقول وقفتم تصلون. في تيموثاوس الأولى 2 رافعين أيادي طاهرة. ليس معنى ذلك أن ده الشكل الوحيد، لأن نقرأ عن داود في صمويل الثاني 7 أنه دخل وجلس أمام الرب، كانت صحته مش سامحة لي أنه يقف، جلس وتكلم مع الرب. لا، ممكن زي بولس جثى ركبتيه مع جميعهم وصلى على شاطئ البحر. المسيح جثى على ركبتيه في بستان جسيماني. من دي نفهم أن وضع الصلاة ممكن أبقى جالس أو واقف أو راكع، القلب مرفوع للرب، وهذا هو المهم في المسألة وليس مجرد شكل معين أتخذه. الصلاة المستجابة. من كلمة الله نعرف أن الصلاة المستجابة ترتبط بالأمور التالية: 1. الإيمان، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه، ومن يطلب ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب لا يظن أنه ينال شيئاً من عند الرب. 2. القلب النقي، لأنه إن راعيت إثماً في قلبي لا يستمع لي الرب. 3. في اسم المسيح، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. وليس معنى ذلك مجرد ذكر اسم المسيح، بل الصلاة كما لو كان المسيح نفسه هو من يطلب، ويا لها من كرامة ومسؤولية في آن واحد. 4. حسب مشيئة الله، إن طلبنا شيئاً حسب مشيئته يسمع لنا، فما أجمل أن نفهم مشيئته ونتشبع بها فنطلبها. وعلى العكس من ذلك يقول الرسول يعقوب: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون ردياً لكي تنفقوا في لذاتكم. 5. الثبات في المسيح وكلمته، إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. والثبات فيه هو حياة الاعتمادية الكاملة عليه، كاعتماد الغصن على الشجرة. 6. روح الغفران والمسامحة، متى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء. وليس فقط نغفروا، بل أيضاً إن تذكرت أن لأخيك شيئاً عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولاً اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. 7. اللجاجة، أي بجهاد وبدون ملل، ضرب فيها المسيح أكثر من مثل، ختمهم بالقول: فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهاراً وليلاً وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعاً.
وجاءوا أيضا إلى أورشليم، وفيما هو يمشي في الهيكل أقبل إليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ وقالوا له: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا؟ فأجاب يسوع وقال له: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، أجيبوني فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا، من السماء كانت أم من الناس؟ أجيبوني. ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فخافوا الشعب، لأن يوحنا كان عند الجميع أنه بالحقيقة نبي. فأجابوا وقالوا ليسوع: لا نعلم. فأجاب يسوع وقال لهم: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. أخ أسامة، الأعداد من 27-33، مرة تانية الفريسيين بيواجهوا الرب، احكي لنا عن اللي حصل. هنا كان رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ بيوجهوا سؤالهم للرب، لأنهم عرفنا أنه الرب طهر الهيكل وقلب مويد الصيارفة، وكان بيتكلم بالسلطان وكان بيعمل بالسلطان. هل كان من حق رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ أنهم يسألوا أي حد عن أي سلطان بيعمل كده؟ الحقيقة كان من حقهم، بل كان من واجبهم ان هم يعملوا كده. لكن مشكلة في انه حقهم ولا مش حقهم، مش هي دي القضية، لكن بأي نية وبأي ضمير ولأي سبب هم بيسألوا، عاوزين يعرفوا فعلا ولا ايه غرضهم. فرب ما قال لهمش مش هقول لكم، كان ممكن يقول لهم وانا مش هقول لكم بأي سلطان بعمل كده، لكن طرح قدامهم سؤال عن يوحنا ومعموديته، من الله ولا من الناس؟ والحقيقة عملوا زي ما كتير من الناس النهاردة بيعملوا، ما فكروش يا ترى ايه هو الصح وايه هو الغلط. لو الصح معمودية يوحنا قولوا من الله، ولو كانت غلط قولوا من الناس. لكن هم قعدوا يفكروا في ايه هو الأأمن، ايه هو اللي ما يدخلناش في مشاكل. طب انت دلوقتي بتدور على ما هو حق، بتدور على ما هو الثواب، ولا بتدور على انك تتجنب المشاكل وتتجنب ردود الافعال اللي ممكن تكون مش في مصلحتك؟ لو في ضمير، اي واحد لو عنده ضمير حقيقي صالح امام الله هيقول يا ترى ايه هو الصح. لكن هم قالوا طب نعمل ايه؟ لو قلنا من الله هيقول لنا ما امنتوش، ولو قلنا من الناس الشعب يرجمنا. طب هو ده اللي انتوا يعني بتدوروا عليه؟ ولأنه ما كانش عندهم الضمير الصالح اللي بيه يجاوبوا، الرب لم يجيبهم، وكأنه بحكمة غير عادية لم يطرح الدرر أمام الخنازير. إن أنتوا ما قبلتوش يوحنا، وكان بالنسبة لكم بيشكل يوحنا اللي ما هوش علامة استفهام أبدا، شكل قدامكم علامة استفهام. عاوزين المسيح اللي هو الابن اللي ليس أحد يعرف الابن إلا الآب، عاوزين أني أقول لكم بأي سلطان أفعل كذا؟ أنا بلاحظ كمان أن الرب يسوع رجعهم للإعلان الأولاني اللي جالهم عن طريق السماء. يعني هم جايين يسألوا وبيقولوا له بأي سلطان أنت أفعل هذا؟ طب ليه الرب ما قال لهمش أنا هو المسيح وأنا ابن الله وما قال لهمش تاني؟ لأنه بكل بساطة كان الإعلان جالهم ورفضوه، إعلان واضح وضوح صريح من خلال يوحنا، قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، إعلان بوضوح شديد قبلته معظم الأمة وشافوا علاماته. وده يعلمنا حاجة مهمة جدا، إنه الله مش هيعلن لي عن حق جديد إن ما كنتش تجاوبت مع الحق الأول اللي أعلنه لي. أعلن لهم بكل وضوح عن شخصه، ما قبلهوش، قال لهم ولا أنا أيضا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. هم كانوا مرائين وكانوا جايين مش غرضهم يعرفوا الحق، مش كانوا جايين غرضهم يمارسوا حقهم زي ما سمعنا، لكن كانوا جايين وهم بس عايزين يعني يصطادوه بكلمة ويرفضوا عمله
ومش عايزين يعرفوا اي حاجه. لكن الرب قال لهم ان ما كنتوش قبلتوا الحق الواضح اللي جالكوا خلاص ما تستحقوش اي اعلان اخر اسمى من الاولاني. انا بشوف رد المسيح الرائع تفسير لمشكله في امثال 26 عدد 4 و5. في امثال 26 عدد 4 و5 في ايتين عكس بعض. جاوب الاحمق حسب حماقته، جاوب الاحمق حسب حماقته لكي لا يكون حكيما في عيني نفسه. لا تجاوب الاحمق حسب حماقته لئلا تعدله انت. يعني دلوقتي يا رب اجاوب الاحمق حسب حماقته ولا ما جاوبش الاحمق حسب حماقته؟ في اصحاح 4 في عدد 4 بتقول حاجه وتنفيها في عدد 5. اعتقد الايه دي بتشرح لنا، الحادثه دي بتشرح لنا يعني ايه. اوعى تفوت على الاحمق حماقته لحسن هيفتكر انه جاهل انه حكيم في عينه نفسه. لا، وري له حماقته. معموديه يوحنا منين كانت؟ قال له ما نعلمش، ما عندناش فكره. اظهر جهلهم عشان ما يبقاش حكيم في عيني نفسه. وزي ما سمعنا دلوقتي ان 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 يوحنا ده مش حاجه يعني حاجه يختلفوا عليها اتنين، ده حتى هيرودس النجس كان يحفظه عالما انه رجل بار وقديس. ده مش موضوع اختلاف ولا شك اطلاقا. فهنا اظهر حماقتهم لما سالهم السؤال ده، لكن لم يجاوبهم بالطريقه بتاعتهم هم، طريقه الحماق. يعني هم قالوا لا نعلم، كذابين طبعا. والمسيح كان يمكن يقول لهم وانا كمان ما اعرفش. حاشا، المسيح مش فيش حاجه ما اعرفهاش، لكن ولا انا ايضا اقول لكم. فلم يعادلهم، لم يصير مثلهم في الكذب بتاعهم. هم كذابين وجبنة، فقالوا له ما نعرفش. المسيح حاشا أن يكون كذاب طبعا، وحاشا أن يكون جبان طبعا، لكن جاوبهم بالطريقة اللي تتناسب مع حماقتهم علشان ما يبقوش حكمة في أعين أنفسهم. يعني عايز أقارن بين الحمقى دول وواحد تاني رغم أنه كان من الكتبة ومن الشيوخ، لكنه كان عنده تقوى ومخافة حقيقية لله. دولة ما قبلوش زي ما سمعنا إعلان الله من خلال يوحنا المعمدان، ما كانوش يستحقوا إن هو يعلن ليهم إعلان آخر. فإن كنت أمين في النور اللي وصلني طبيعي إن الله يديني نور آخر، لكن ما كنتش أمين في الحقائق القليلة والإدراكات اللي وصلتني، هل مطلوب من الله إنه يديني إدراكات أخرى وأنا كنت غير أمين؟ واحد منهم وأقصد تحديدا نيقوديموس، ما جاش قال له بأي سلطان تفعل هذا، لكن قال له في يوحنا 3 عدد 2 يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما. وعلشان كده نيقوديموس خد نور جديد وخد إعلان جديد نراه في النهاية، مع أنه كان تلميذ خفية لأجل اليهود، لكن أصبح بيعلن ده بكل جرأة. اللي بيكون أمين في النور اللي بيوصله الله بيأتمنه على نور جديد وعلى إعلان جديد. اللي مش عاوز يقبل ما يقبلش. ده يفكرني يا أخ أسامة بكلام الرب يسوع في يوحنا 7:17 لما بيقول إن شاء أحد أن يعمل مشيئته، يعني يعمل مشيئة الله، يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من ذاتي. يفكرني إنه الإنسان هو رايح للرب بتساؤلات أو بمحاولة للمعرفة، مهم قوي ان تكون توافعه نقيه، وانه يكون غرضه انه يعمل مشيئه الله. ساعتها هيعرف التعليم والنور هيجيله، لانه الكتاب يعلمنا انه سبيل الصديقين كنور مشرق يتزايد وينير الى النهار الكامل. الشخص المخلص، الشخص اللي بيعيش بالنور البسيط اللي وصله، سبيله هيزيد اشراقا طول الوقت. لكن الشخص الملتوي، الشخص اللي جاي يسال الرب علشان يجربه او علشان يصطاده بكلمه او عشان يعترض عليه، ما يتوقعش ابدا اي نوع من الاعلانات او اي نوع من البركه. واحد سقط اعداديه وعايز يقدم ماجستير هيقبل؟ مؤكد لا. دول ساقطين ابتدائيه، مش ساقطين اعداديه. ده يوحنا المعمدان ده الحاجه الاولانيه، قالوا ما نعرفش. طب مش عارفين ما عايزين تعملوا ايه؟ عايزين تدخلوا تاخدوا دكتوراه؟ حكايه النور اللي ما بيحترمش النور اللي جاله ما يجيلوش نور جديد، بشبهه بواحد في اوضه فيها لمبة ومغمض عينه مش عاوز يفتح. طبعا لو انوره اللمبتين، اما اذا كان هو مش مستفيد من اللمبة اللي عنده فحتى اطفيها له كمان، اللي عنده دي اللي مش مستفيد منها اطفيها لانه ما يستحقهاش. صحيح. عزيزي المشاهد، النور الحقيقي جاء الى العالم، بس للاسف احب الناس الظلمة اكثر من النور.
هي مسألة اختيار، من تختار الظلمة أم النور؟ المسيح النهاردة بيقول لك أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. يريد أن ينير حياتك، ينير ذهنك، ينير تفكيرك، ينير بيتك، ينير كل شيء عندك، فليتك تقبله مخلصا وربا. أشكركم على وجودكم معنا في الاستوديو، وأستودعك عزيزي المشاهد لنعمة الله، على أمل اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب، والرب معنا.